واحد بيقول احد اصحابي بيقول لي ان السيد المسيح اثناء الثلاث ايام اللي وضع فيها في القبر كان بيجيب ادم وحواء والانبياء من جهنم، هل هذا صحيح ولا الانبياء لم يذهبوا الى النار من قبل؟ هي كلمة جهنم غلط، هو جابهم من الجحيم او من اقسام الارض السفلى، ودي ما كانتش مكان عذاب زي ما يقال عن جهنم، دي كان مجرد مكان انتظار، مكان انتظار، فهو اخذهم من هناك ودخلهم الفردوس. لكن جهنم لا، ونار لا، وعذاب لا، ما كانش فيه الحاجات دي.